منذ سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على منطقة عفرين شمال غرب سوريا، قوانين جديدة تم استحداثها تختلف تماما عن تلك التي اعتمدها النظام السوري. لا يسمح مثلا لأي فتاة بالزواج تحت سن 18، لا يسمح بتعدد الزوجات، وفي المحكمة شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل. نتابع التفاصيل في تقرير موفدتنا جنان موسى من عفرين. بقيت عفرين حتى الآن بمنأى إلى حد بعيد عن ويلات الحرب، وللوهلة الأولى يعتقد المرء أن هذه المدينة السورية ذات الغالبية الكردية لم تتغير كثيرا، ولكن هذا ليس صحيحا. انظروا إلى هذين الزوجين مثلا، يتوجهان إلى مبنى البلدية لعقد قرانهما، حيث يقبل فقط الزواج المدني بعد إلغاء عقد الزواج الديني. الإجراءات سهلة للغاية، يخرج بعدها العروسان من هنا زوجا وزوجة. بصراحة العالم متقبل الوضع، ما بعرف، يمكن النمط اللي عنا مو كتير كعادات وتقاليد هون بعفرين، ما في كتير هالتشدد الديني، يعني حصرا إلا رجل ديني، لا بيتقبلوا المدنية، فما في، ما كان في إشكالية بالوضع. منذ سيطرة وحدات حماية الشعب عسكريا والأحزاب اليسارية سياسيا على هذه المنطقة ذات الأكثرية الكردية، تغير كثير من القوانين التي كان معمولا بها أيام النظام السوري. لا يسمح مثلا لأي فتاة بالزواج تحت سن 18، لا يسمح بتعدد الزوجات، وفي المحكمة شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل. القوانين الجديدة لم تقتصر على المرأة. شاهدوا سيارات عفرين التي تحمل لوحات جديدة خاصة بالمنطقة. هذه هي الوزارة التي تشرف على ذلك. يعني هاي للدراجات النارية، هاي للسيارات، الأرقام الموجودة هيدي عدد اللي صرتوا مسجلينهم. شو أهمية هالخطوة؟ الخطوة هي أهميتها لأنه أغلبية السيارات والدراجات النارية فاتوا لمقاطعة عفرين بشكل غير نظامي. مو معروف مين صاحبها ومين يعني المالكة يعني. نحن أكثر شيء نحن مو موضوع مادة يعني، أمورنا مو مشان مادة. نحن أمور أكثر شيء أمور أمنية يعني. مشان معرفة صاحبة الدراجة مين أو صاحبة السيارة مين. لا سمح الله صار اي تفجير او اي حادث او اي شغلات نتمكن من معرفه مين اللي قام بهالعمل هذا، يعني شفت كيف؟ نعم، سوريا في حاله حرب، لكن رياح التغيير تعصف في عفرين. جنان موسى، اخبار الان، عفرين سوريا.